الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dumateng para bapak para ibu jamaah ngaji bareng kitab Nasihul Ibad ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula njenengan sami dalu punika tasih dipun paringi kesehatan kesempatan sehingga saya akan ngerawuhi nggih punika ngaji bareng kitab Nasihul Ibad ganti keadaan sehat wal afiah. Monggo kesehatan kenikmatan kita ikrarakan sareng-sareng ganti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seterusnya pun dumateng para bapak para ibu, monggo kita sareng-sareng maus tahlil. Mugi-mugi ganti wasilah wawasan tahlil kulonjenan sami dalu niki mangkin sedoyo ahli kubur kulonjenan sami ingkang sampun sumari. Mugi kalian Allah dipun ngapunten sedoyo kalebatanipun, dipun tampi sedaya amal saenipun sehingga kalian Allah dipun panggenaken dhateng panggenan sak saenipun mugahipun Allah. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة ملك جبريل ميكائيل إسرافيل إزرائيل وحملة العرش. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولأرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الأمينين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شامد القوند الجيلاني وسيد أبي القاسم الجنيد البغدادي قدس الله سرهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وجدودنا وأستاذنا وقربائنا ومعلمينا ولمن له حق علينا، ثم إلى جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نحيا منهم الأموات، ثم إلى حضرة من فتح هذه القرية تورجوا غفر الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما إلى حضرتي ويا حسن الدين وزوجاتي ولا ناصر الدين وصلى الله على حضرتي ويسو بدر وزوجاتي سرور وغل، ثم إلى حضرتي وسلامة وزوجاتي لا نؤوم مديون، ثم إلى حضرتي ويا مزجد بن قلوار جيم، ثم إلى حضرتي غفر الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل سلم على سيدنا محمد. الله
هم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلقكم الله سبحان الله عدد ما خلقكم الله سبحان الله عدد ما خلقكم الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفان وتقود لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أسفل الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا الله اللهم تقبل اللهم تقبل وأوصلنا ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلة ونزلا شاكرا لا حضر حبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح أنبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة رسول الله الأولى شهادة القادر الجيلاني ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وجدودنا وأستاذنا وقربائنا ومعلمينا والملحقون علينا ما إلى جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ثم إلى حضرة من ذكر أسماء في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة من كفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم nyuwun hadiah Fatihah nggih niki ingkang kurban dateng langgar niki nggih punika tiyang Jogja nggih punika tiyang Jogja namine Pak Budi Santoso. Nyuwun dongane njenengan niki dalam rangka gawe usaha insyaallah tahun yang akan datang tetap kurban dateng langgar mriki usahane lancar njenengan tunggane. Setiap na tahun mugo mbuh siji mbuh loro diusahakan setiap tahun. Dan nggih. Lah mugi-mugi kanthi fadilah waosan donga panjenengan niki mangkin anggenipun usaha Pak Budi Santoso sak keluarga mugi-mugi diparingi hasil lumeberi dumateng kula njenengan sami. Mugi-mugi tahun yang akan datang tahun depan kula njenengan gadah rejeki saged
kurban teng pundi mawon ngoten nggih. Bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Watang para bapak para ibu niki mungkin menyediakan dua menu ya. Engko lak sing emoh aku satu wedhus. Nah, enek sing nopo wau maringi ayam. Dan niki nika putrane Pak Darmo nika. Setiap acara Mbah Muat, Gus Muat, aku melok iwake Kang. Masih aku ora teko tapi iwakku teko ngaji. Setiap acara Mbah Muat, Gus Muat, niki Pak Ajun niki mesti ngekei iwak pitik. Nggih, mugi-mugi usahane Pak Ajun dipun paringi lancar nggih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jenengan ngacung aku mau iwak wedhus. Lah, engko enek sate, sate ayam enek ya, Mbak. Ngoten nggih. Dadah Allahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.